مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. في مقطع يقشعر له البدن، طفل يتيم يطلب من الإمام الدعاء والرحمة لوالديه منذ 6 أشهر بعد صلاة كل جمعة. شحورك أيمن؟ وش عند وش الطالب بتاعك أيمن أنت؟ ماماك وباباك وش بيهم؟ ميتين. قال لهم ادعي لوالدي ان شاء الله هم ميتين ان شاء الله. اسموهم؟ اسم ابوي؟ يوسف. يوسف كيفاش؟ برباش. وامك زكية برباش براء اسمها؟ بش. هذا الطفل عنده اكثر من 6 شهور بعد صلاة الجمعة كي نجوا مفروقين يجيني يقول لي يا عمي الامام نسلم عليك بعد الصلاة، يقول لي ادعي لي امي وابوي وميتين. ربي يرحمهم ويوسع عليهم ان شاء الله، ويجعلك ربي ان شاء الله خير خالف لخير سلف ان شاء الله، ان شاء الله تكون من اهل الجنه ان شاء الله، وامك وبيك ان شاء الله يكونوا من اهل الجنه ان شاء الله. ايش بهم كانوا مرضى؟ بابا مات قلبه. ايه وامك؟ كانت مريضه. امك كانت مريضه؟ نعم. ربي يرحمهم ان شاء الله ويوسع عليهم. كاش ما يخصك روح عندنا هنا. ايه هذو كلهم بياتك واللي راهم يصلوا اليوم ماتك ان شاء الله. اللي راهم يصلوا امهاتنا واخواتنا وبناتنا كلهم خواتك واماتك، وهذو كل الصغار راهم خاوتك واصدقائك وحنا راهم ابائك. خيرهم قايمين بيك وراك عايش. ما يخصك والو. عن جدك ولا انت شكون راك عايش؟ عندي خواتاتي. قايمين بيك؟ نعم. قول لهم قال لكم الامام ربي يجازيكم وانا ندعيو لكم من هنا خواتاتو اللي راكم قايمين. واسمك؟ أيمن. قوموا ربي يجازيكم وربي يحفظكم إن شاء الله، إحنا ما نعرفكمش ولكن وجهكم الدعاء، ربي يرحم إن شاء الله يوسف برباش وزوجته إن شاء الله، ربي يرحمهم ويوسع عليهم إن شاء الله ويجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله. أنا دعينا لهم إن شاء الله وليدي. كش ما تخصك حاجة روح عندنا؟ نعم. يا ربي يبارك فيك، شكراً.